أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين، وهذه تحية مفعمة بالورد لكم مقدما برنامج إليك وحلقة جديدة. نقول لكم أعزائي المشاهدين، طبعا ظهرت على الساحة العديد من الحلول التي تدعي الحل الأمثل للرشاقة، منها قص المعدة أو ربطها. وأتوقع أن الكثير منكم يمكن تعرض لهذه الجراحات. طبعا هذه الخطوة لا تخلو من المخاطر بالتأكيد بسبب تعرض المريض للجراحة. حتى باتت تقريبا الحل الأمثل لهذه العمليات هو خلونا نقول تقنية بالون المعدة. يعني بالتأكيد حابين نتعرف على هذه التقنية، ماهيتها ومدى فاعليتها وما هي إيجابياتها وسلبياتها للشخص الذي يقدم على هذه الخطوة. ولكن خلونا نروح معاكم إلى فقرة سلة حواء نستفيد منها شوي، ومن ثم لنا عودة، ابقوا معنا. أرحب فيكم اليوم معاي أعزائي المشاهدين في فقرة سلة حواء، اللي نتكلم ونتحدث فيها عن كل ما يخص صحة المرأة من تغذية واستخدام مكملات غذائية أو أعشاب وبعض المواد التجميلية. وإن شاء الله بكل يوم راح أنصحك ورشح لك منتج تضمينه لسلتك يكون في فايدة لك أنت شخصياً أو لعيالك. اليوم نصايحنا راح تكون لمرضى السكر. في معدن مهم جدا يستخدم حاليا حسب الدراسات لتثبيت مستوى السكر بالدم، وهو معدن الكروميوم. الكروميوم موجود بالغذاء، ولكن إذا خذيناه كمكمل غذائي ممكن يساعد على تحسين مستوى الإنسولين اللي ينفرز من البنكرياس. طبعا هذه النصائح لمرضى السكر مع الأدوية اللي ياخذونها. لا يمكن نستغنى عن أدوية السكر، لكن ممكن نضم لها بعض المكملات الغذائية اللي تنفع في هالمرحلة. غير الكروميوم، تخيلوا إذا ضمينا الدارسين حق الكروميوم. الدارسين معروف أيضا أنه ينظم مستوى السكر بالدم، يعطيك طعم حالي وبنفس الوقت ما يأثر على السكر أو يزيده. الدارسين ممكن نحطه على الوجبات الغذائية اليومية مثل الشوفان، أو مثلا تقدرين تحطينه على المحلبية أو أي أكل تحبينه. استغني عن السكر وضيفي الدارسين لوجباتك. إذا ضمي هالمنتجين لسلتك اللي هو الكروميوم والدارسين، تحصلينهم على شكل مكملات غذائية في أغلب الصيدليات أو محلات المكملات الغذائية. هذه نصيحتنا لمرضى السكر، عافانا الله وإياكم من كل شر إن شاء الله. شكرا لمتابعتكم اليوم، نشوفكم في فقرة جاية، مع السلامة. حياكم الله أختي العزيزة. في الحلقات السابقة يعني تعرضنا للعديد من الفوائد التي تتعلق بممارسة الرياضة، منها حرق الدهون وتقوية العضلات. لكن في حالة توقف على التدريب الرياضي، هل أن العضلات تتحول إلى دهون؟ خلال التوقف عن التدريب الرياضي فإن العضلة تصبح مرتخية، في نفس الوقت تفقد يعني تتقلص نوعا ما وتفقد القوة، لكن لا يعني هذا أن العضلة تتحول إلى دهون. كما أن التمارين المتواصلة لا يؤدي إلى العكس، وهو أن تتحول الدهون إلى عضلة، وبالتالي فقدان العضلة للقوة يساهم في ارتخاء وفي فقدان الحجم الأصلي للعضلة، لأن الحافز الأساسي اللي يساهم في قوة العضلة وفي تصلبها وفي احتلالها مكان أكبر غير متوفر. وعند شعور الجسم بالارتخاء أو السمنة أو زيادة الميزان، فهذا يعني أن نسبة توزيع الدهون بالجسم متغيرة ومتوزعة بشكل مختلف. وبالتالي ننصحك
اولا ببدء حرق الدهون ثم تقويه وبناء العضلات، وبالتالي كسبنا الجسم وتحصلنا على نتيجه ما هي ارفع وهي الرشاقه. طبعا الجسم الصحي، تخلصنا من العديد من الاطراف بالجسم الزائده والحصول على جسم رشيق. نبدأ معاكم حوار حلقتنا اليوم، موضوع بالفعل جدا يعني هام يهم الكثيرين، وخاصة لمن خضع لتلك الجراحات، جراحات خلنا نقول للرشاقة أو لفقدان بعض الوزن. اليوم راح يكون تحديدا موضوعنا عن استخدام تقنية بالون المعدة. يفيدنا بهذا الموضوع بإذن الله ضيف الحلقة الدكتور طلال محمد الطويل، استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد. حياك الله معنا دكتور طلال. الله يحييك، مشكور أخت وداد. الله يسلمك. يعني بداية حابين نتعرف على تقنية بالون المعدة، ما هي هذه التقنية وكيف يتم وضعها أو الاستفادة منها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أخت وداد حبيت أول شيء مسي عليك ومسي على سادة المشاهدين بالخير، واشكركم على الاستضافه، وان شاء الله يطلع المشاهد ان شاء الله بعد الحلقه هذه بعض الفائده، يعني هي ان شاء الله ما راح تقصر معنا ان شاء الله بالحلقه هذه. بالون المعده هي احد الطرق الغير جراحيه للمساعده في فقدان الوزن الزائد او مكافحه السمنه. طبعا هذه احد التقنيات التي يلجا اليها المريض او احنا ننصح المريض فيها بعد فشل الطرق التقليديه عن طريق الحميه والرياضه، فلازم ان قبل لما يجينا المريض يسال عن هذه التقنيات البالون او العمليه، نساله بالتاريخ المرضي، طبعا عند اخذ التاريخ المرضي من المريض والفحص نساله هل حاولت حميه، هل حاولت رياضه. اغلب الحالات المريض يكون محاول لمده على الاقل تكون 3 إلى 6 أشهر، واذا كان هناك فشل فيها بالحاله هذه يتم تقييم المريض لنشوف هل تفيده هذه التقنيه عن طريق البالون. البالون فكرته بسيطه وهي قديمه صراحة، من الثمانينات بدأت فكرة البالون، بس ما كانت ناجحة في البداية وكان في أعراض جانبية كثيرة. نعم. وقفوا وردت مرة ثانية في التسعينيات وفي الآونة الأخيرة بتقنية جديدة، وفكرتها بسيطة، عبارة عن بالونة تنفخ بالهواء أو بالماء وتوضع في المعدة بأكثر من طريقة نتطرق لها بعدين. والفكرة منها هو تقليل أو تصغير حيز المعدة. نعم. لإشباع المريض أو الشخص وما هو مريض يعني بالإشباع. نعم. المريض إذا اختار وضع بالون المعدة، ما هو مقدار الوزن الذي سيفقده؟ هل بالفعل تأتي يعني بنتيجتها اللي يتأملها المريض دكتور؟ طبعا هي في أكثر من عامل بالنسبة لنزول الوزن، وهذا دائما احنا نقول للمريض في المقابلة قبل وضع البالون، لازم يكون المقابلة مع الدكتور لشرح الموضوع فقد الوزن، علشان ما يصاب المريض بالخيبة بعدها انه فجأة ما نزل وزني، انت قلت لي دكتور ينزل. طبعا العوامل هي نوع البالونة، في انواع بالونات كثيرة حاليا الحين، في بالونات هوائية تنفخ بالهواء، في بالونات تنفخ بالماء، فعلى حسب نوع البالونة في بالونات تنزل وزن معين، في بالونات تنزل اكثر. والشغلة الثانية هي المريض نفسه، لان احنا البالونة ما تغني عن الرياضة والحمية، وهذا شيء مهم نقوله للمريض. نعم. لان البالونة توضع لوقت مؤقت بالعادة من 3 إلى 6 أشهر، وبعد الفترة هذه يتم ازالتها. الفكرة منها أن خلال 6 أشهر هذه المريض تعود على نمط حياة معين، على رياضة، على تقليل كمية أكله، ويبدأ يكمل هذا النمط في الفترة اللي بعد إزالة البالونة، وهذا الهدف منها. فمع الحمية ومع الرياضة المتوسط فقدان الوزن هو بين تقريبا 10 إلى ممكن نقول 15 كيلو، ممكن في بعض الناس وصل لـ20، لكن المعدل على حسب البالونة من ممكن نقول 10 أو 8 إلى 15 كيلو. هذا هي أساسا دكتور طلال، يعني بالون المعدة أنتم تضعونه على أساس أنه يسد الشهية نوعا ما بالنسبة للمريض، فإذا هل أيضا يحتاج إلى حمية غذائية؟ هو أساسا مو مشتهي يأكل مثل قبل؟ لا، هو طبعا يحتاج إلى حمية، لأن الحمية مثل ما قلت لك أن
الأول فترة طبعاً لما نوضع البالون يكون في ردة فعل للمعدة، راح يكون في لوعة. بعد ما زال مو متأقلم مع أول العملية. بالضبط فترة تأقلم المعدة مع البالون تطول من أسبوع إلى أسبوعين. نعم. الفترة هذه راح يكون في ممكن لوعة، آلام بالبطن، ممكن بعض الناس يكون في استفراغ. نعم. ونحتاج نعطي بعض الأدوية لتخفيف هذه الأعراض، فيكون في حمية معينة. الفترة هذه تكون الغذاء عبارة عن سوائل أو أكل مهروس إلى أن تأقلم المعدة معه. الفكرة من الحمية إن مثل ما قلت لك إن لما نشيل البالونة ان المريض تعود على هذه الكميه، نعود المريض على هذه الكميه، ان لما نشيل البالونه مو فجاه يكون يرد نفس ما كان في السابق، فبالحاله هذه راح يرد كل الوزن اللي حطه، فما تغني البالونه. هذا جزء مهم، دائما اقول للمريض ممكن ما تسوي رياضه لكن لا تتوقع نزول وزن كبير، لازم في رياضه ولازم في حميه معاها علشان توصل تطمح للوزن النزول الافضل. دكتور طلال، حضرتك ايضا يعني ذكرت بان البالونات تختلف، في منها تنفخ بالهواء وفي منها بالماء. شلون تفرق يعني، وشو انتم على اي اساس تختارون البالونه او بالون معده اللي يكون يعني ملائم لهذا المريض؟ احنا طبعا اول شيء اختيار، لما نختار اول شيء وضع البالونه هل تناسب المريض، في بعض العوامل اللي نسال المريض عنها. اول شيء ناخذ تاريخ المرضي بالنسبه للعادات السلوكيه او العادات الاكل التغذيه المريض هذا. اذا قال، اذا سالته اقول له ليش انت يعني انت شلون طريقتك، شلون اكلك، نمط اكلك، يقول له دكتور انا مشكلتي الكاكاو او العصاير او البيبسي. اقول له بالحاله هذه انت البالونه ما راح تنفع معك، لان هذه سوائل والكاكاو يذوب وراح ينزل وفيها سعرات حراريه عاليه جدا. صحيح. فما راح تفيدك البالونه بالحاله هذه، واقول من البدايه ان هذه ما راح تفيدك وما انصح فيها نهائيا في هذه الحالات. فهذا شيء مهم ان تاخذ التاريخ المرضي للمريض. بالنسبه لنوع البالونات مثل ما قلت لك، هنا في النوع الهوائي والنوع المائي. الفرق هو اختيار المريض، ان الهوائي يوضع بدون منظار، يكون عباره عن كبسوله صغيره توضع تبلع وبعدين يتم نفخها عن طريق مثل تيوب صغير، وبعدين بعد اسبوع تضع بالونه اخرى ثانيه بالمعده عن طريق الهواء، فما في منظار في حين وضع البالونه لكن ازالتها تحتاج الى منظار. النوع الثاني المائي يكون وضعها بمنظار وازالتها بمنظار وتقعد فتره اطول 6 اشهر، وشويه الوزن اللي يفقده المريض بالمائيه اكثر شويه من الهوائيه. حلو دكتور طلال، حاب نكمل معاك حول تقنيات بالون المعده، ولكن نطلع معاكم مع الساده المشاهدين ونشاهد معاكم فقره الصحه زينه. حياكم الله مع نصيحة جديدة من ضمن فقرة الصحة زينة. صحتك راح تكون زينة إذا طبقت وأخذت الأكلة اللي بقول عنها اليوم، وجبة السحور. بس بالبداية نشكر كافيه لوبيليا على استضافتهم لنا وما قصرتوا على الضيافة الكريمة. راح نقول شنو الأكلة الممتازة اللي مفروض تأكلون على السحور اليوم. هي البقوليات. البقوليات بشكل عام ممتازة لأن فيها نسبة بروتين عالي، فيها كمية ألياف ممتازة فتساعد على حركة الجهاز الهضمي وتعطي إحساس ممتاز بالشبع، فما تخليك متيوعون بسرعة اليوم الثاني. غير كذي فيها فيتامينات ومعادن كثيرة، غير أنها مصدر للبروتين ومصدر ممتاز. فحابين الحين نتطرق حق البقوليات. البقوليات عندنا من ضمنها النخي، الحمص، الباجلة، الفول، العدس، الفاصوليا، وايد أنواع. هي هذه بس أشهر أنواع اللي احنا نستهلكها العادة، فإذا أخذتوها راح تستفيدون وايد. زين، في ناس أكيد راح تقول احنا سمعنا أو يقولون أن البقوليات تعطش، هل الكلام صحيح ولا لا؟ البقوليات إذا كانت معلبة نفس اللي تشوفونها هنا بالعلبة قدامكم، هذه إيه؟ جارانتيد 100% ضمان راح تعطشكم. راح تدورون الحنفية وتسوون الأيام، تسوون إن شاء الله كنا نسويها أيام قبل، راح تروح تتمضمض بالحنفية وتروح تدور عليها كل نص ساعة. بس إذا كليت البقوليات الفريش ما راح يحوشك هالشيء، بالعكس هي مصدر ممتاز نفس ما قلنا، وفي لها فوائد وايد نفس ما ذكرنا أول شيء. فاحرص أنها تكون فريش وما تكون المعلبة. إذا مو مقتنعين بكلامي شوفوا المعلبات واقرأوا على جدول القيمة الغذائية اللي موجود خلف العلب، راح تشوفون نسبة الصوديوم كميتها مو قليلة. فطبقوا النصيحة اليوم عشان إن شاء الله رمضانكم يكون صحي وصحتكم تكون زينة.
من بعد ما شفنا معاكم فقرة الصحة زينة نكمل حوارنا. دكتور طلال، ما هي المدة المناسبة ل يعني إزالة البالون أو الاستمرار في استخدام هذا البالون؟ شنو المدة الزمنية المناسبة له؟ طبعا مثل ما قلت لك ان في انواع، تفرق انواع البالونات حاليا في السوق، في اكثر من نوع، فاحنا نشرح للمريض نوع البالون اللي يناسبه اللي هو يختاره. طبعا في جزء منه انه هو يشلي فضله، لكن عموما اذا وضع النوع الهوائي اللي هو يكون صغير، تكون 250 ملي، توضع وبعد اسبوع او اسبوعين توضع الثانيه، يتم ازالتها بعد 3 اشهر. هي البالونه هذه تزال بعد 3 اشهر. البالونه المائيه تكون يضع الكميه الماء اللي يضع فيها بين 400 الى 700 ملي، تزال بعد 6 اشهر. فهذه بالعاده البالونتين اللي يستخدمون اكثر شيء. في بالونه اخرى ممكن تبقى بالمعده لمده 12 شهر، مو الكل يستخدمها لان بعض ساعات بعض الاعراض ازالتها تكون فيها صعوبه، فيها بعض الاعراض الجانبيه. وفي بالونه ما نزلت حاليا السوق، راح تنزل قريبا ان شاء الله، تكون وضعها بدون منظار وخروجها بدون منظار، الذوب بعد 4 اشهر تقريبا، وانتم واجلكم الله تنزل مع البراز بروحه والذوب. هذا تطور بصراحه، طبعا تطور كبير يعني، لكن طبعا وهذه جدا جدا طبعا تقنيه جديده، لكن ناطرين لحد الان الدراسات عليها لنشوف فاعليتها في تنزيل الوزن، واذا كان لها اعراض جانبيه فهذا شيء جدا جديد، متوقعين على اخر السنه هذه ان شاء الله. ننتقل الان الى خلينا نقول الاشخاص الاكثر حساسيه من بهذه الامور، مثلا لو نقول المراه الحامل، ماذا لو كانت يعني قد وضعت بالون المعده وهي حامل الان؟ طبعا عموما المرأة الحامل او المرضعة ما ننصح في وضع اي بالون او اي تدخل، اي تدخل عموما، تدخل جراحي او تدخل حتى منظار. يعني عموما حتى المرأة الحامل بالعادة ما نسوي لها مناظير او اي تدخل جراحي فترة الحمل، طبعا ممكن في تأثير على الجنين. لكن اذا 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 صار ان حملت المرأة، صراحة انا ما شفتها، بس اذا حملت المرأة في وجود بالون يتم إزالة البالون. إزالته حالا. يتم إزالته طبعاً. ممكن يأثر طبعاً. ممكن يأثر على الجنين. فيتم إزالته. طيب ماذا عن يقال بأن بالون المعدة ممكن يسبب انسداد في الأمعاء؟ هل هذا صحيح دكتور؟ النقطة أحب بينها للمشاهدين إنه ما في شيء ما له أعراض جانبية. يعني حتى البنادول بتأخذونه من الصيدلية، بطون القوطي في نشرة هالطول. صحيح. بطن وظهر تلقون فيها أعراض جانبية، لكن هل هي تصيب الناس؟ أغلبها ما تصيب، لك نادرة، لكن موجودة يعني. وحصلت بعض الناس لكن نادرة. إحنا الفكرة أن نوازن بين الأعراض الجانبية أو المضاعفات المحتملة وفوائد الشغلة للمريض. فإذا أنت، إحنا شفنا أن الشغلة هذه تفيدك أكثر، ممكن بالحالة هذه يعني ناخذ بالأعراض الجانبية احتمال وقوعها. عموما البالون آمن، واحتمالات حصول الأعراض الجانبية جدا نادرة، طبعا موجودة أقل من 1%، ممكن نادرا جدا أنه يصير في انسداد إذا فشت البالونة أو صار فيها تسريب، ممكن تزلق وتعدي المعدة وتنزل بالأمعاء، نادرا جدا. أغلب الحالات تطلع مع البراز وانت بكرامة، لكن بعض الحالات النادرة جدا أنه ممكن يحصل في انسداد، لكن هو شيء جدا جدا نادر. ممكن تنفجر أيضا بالمعدة؟ لا، تنفجر ما تنفجر، يصير فيها تسريب ممكن. تسريب فقط. بس احنا نعرف التسريب ويتم يعني معرفة أن التسريب، لأن في البالونة خاصة المائية يكون فيها صبغة زرقة، فإذا صار في أي تسريب راح يبين وانت بكرامة مع البول، يتغير لونه الى الزراق. فنقول للمريض صار في اي تغير في لون البول الى لون الزراق، راجعنا على طول، معناته في احتمال تسريب، فنذهب الى فنزيل البالونه قبل ان تزلق وتذهب الى تعدي المعده وتدش بالامعاء الدقيقه. ففي لنا طرق يعني هل نقول الدكتور طلال تقريبا هو بالفعل يعتبر الحل البديل والامثل بدال الجراحه وتكون امنه؟ تقريبا ايش كثر نسبه تعطيها امنه العمليه هذه؟ انا اعتبرها امنه جدا. اعراضها الجانبيه تكون في اول اسبوعين، تكون الالام بالبطن واللوعه وبعض الاحيان استفراغ جدا، لكن مع الادويه ومع تضبيط الحمية، نعم، الآثار هذه الجانبية تزول وتأقلم المعدة معها وتكون جدا آمنة. هي ما هي بديل للجراحة، هي طريقة تكميلية للجراحة في حالات معينة للمريض اللي ما يبي جراحة، نعم، أو المريض اللي تكون كتلة جسمه تحت 35، لأن نعم، إذا كانت كتلة الجسم عالية جدا البالونة ما تفيد، لأن فقدان الوزن الجراحة محدود. بالضبط. نعم. دكتور طلال، يعني بالتأكيد ومن المتوقع حينما يعني نضع هذه البالونة بالمعدة مثل ما ذكرت حضرتك، أكيد راح يؤدي لفقدان الوزن ويعني انسداد الشهية نوعا ما عند المريض. يعني هذا معناته يجرنا الموضوع إلى النقص، خلنا نقول في الفيتامينات أو المعادن اللي المفروض أن الواحد يأخذها من الغذاء. فشنو الحل إذا كان عنده نقص أساسا في الغذاء أو سوء تغذية الآن أصبح معه؟
شنو الحل؟ بالضبط هاي نقطة جدا مهمة اخت وداد، وعشان كذي النقطة هذه احنا دائما المرضى اللي نحط لهم بالون دائما اوصيهم انه يكون في مراجعة مع اخصائي تغذية، لانه لازم يكون هذا شيء ضروري جدا 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 ضروري انه يراجعهم يراجع اخصائي تغذية يكون معنا بالفريق، لانه هو عبارة عن فريق، هو جراح ودكتور جهاز هضمي واخصائي تغذية، لانه محتاج متابعة، محتاج المراجعة الحمية معه، محتاج يعرف شنو نمط غذائه، شنو المعادن اللي ناقصة عنده ويتم تعويضها إذا احتاج، لكن في أغلب الحالات ممكن عن طريق الأكل واختيار الأكل الصحيح اللي فيه المعادن واللي يحتاجها المريض، ممكن ما يحتاج ياخذ مكملات غذائية إلا في حالات نادرة أنه ممكن نحتاج نعطيه مكملات. في حالات الجراحة تفرق الحالة لأنه يكون هذا شيء دائم فيحتاجون المرضى مكملات غذائية، لكن مع البالون في أغلب الحالات ما يحتاج مكمل غذائي، نعطيه بعض الأدوية اللي بس للوعة وللحموضة اللي ممكن تزيد مع البالون، لكن ما تحتاج مكملات غذائية في جميع الحالات إلا في حالات معينة. مثل ما ذكرت دكتور طلال من قبل شوي، يعني ممكن أن بعد 3 شهور يتم إزالة بالون المعدة. طيب هذا الشخص يعني للأسف رجع للسمنة مرة ثانية أو للوزن الزائد، فما مدى خطورة أنه هو يضع بالون معدة أخرى مرة ثانية؟ هل هذا خطر ولا يعتبر أمر طبيعي ممكن يمشي معه؟ لا ما فيها خطورة، لكن هي لازم نقعد مع المريض جلسة ونراجع معاه ليش زاد وزنه، لأن في الحالة هذه راح ممكن تتكرر الشغلة هذه مرة ثانية ومرة ثالثة، ففي الحالة هذه لازم نقعد مع المريض نقول ليش كان سبب عودة الوزن؟ أنت معناته ما غيرت شيء في نمط حياتك، ما رحت نادي، ما شارك، ما لعبت رياضة، ما غيرت أكلك، فالبالونة راح تصير نفس الشيء، راح تصير في حلقة مفرغة، راح نرد نفس الشيء نحط بالونة ويزيد وزنه، لكن ما يمنع بعض الأحيان المريض يقول لك لا والله دكتور صار لي ظروف وزاد وزني، ممكن نرد له البالونة مرة ثانية بس نتأكد بعدها أن نتابعه حتى بعد إزالة البالونة، نتأكد أن وزنه ما يزيد، إذا بدأ يزيد نقول له لا تعال خلينا نقعد معاك نشوف، تأكد دكتور تغذية قاعد تشوفك، نتأكد أنه ما ترد وزنك، نتأكد أن هذا تكون بداية لحياة ونمط حياة جديد. شكرا جزيلا لك على إفادة السادة المشاهدين بهذا الموضوع، الله يعطيك العافية دكتور طلال محمد الطويل استشاري أمراض الجهاز الهضمي والكبد. مشكورين، شكرا جزيلا، الله يسلمك، ونشكر لكم طيب المتابعة أعزائي المشاهدين، وإلى اللقاء.